كده شايفين صح؟ شايف كلها. ايه ده؟ دي الحاجات اللي هي بتتحط فوق هنا. طب اوكي تمام شيلها. ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 كتير. بقى حصلت لي النهارده اكبر مفاجأة ممكن اتخيلها، بس يعني انا مش عارفة من مين، وفي نفس الوقت حبيت اشارككم اللحظة اللي انا فيها دي، اللي هو انا هتشل بجد. قبل اي حاجة متنسوش تعملوا سبسكرايب في القناة، اشتراك اهو تحت في كلمة اشتراك في القناة، وفي علامة اللايكس، دوسوا على اشتراك في القناة واللايكس بسرعة 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 بسرعة، فارتكوا اللايك، اقعدوا اعملوا كده كتير. طيب هتقولوا لي بقى ازاي يا امل العنوان مكتوب فيه هدية من مجهول؟ معنى الكلام ده يعني ان انا جات لي هدية بس انا مش عارفة من مين، صح؟ ايوه هتقولوا صح، حصل فعلا، وانا مش عارفة لحد دلوقتي الهدية دي من مين. الهدية عبارة عن ايه بقى؟ انا مش عارفة لسه، هفتحها معاكم اهي. يعني انا الاقي دي قدام الباب الشقة ازاي؟ طيب وحليم مش هنا، حليم في الجونة مفروض، وانا معرفش دي من مين. خايفة افتحها يكون فيها قنبلة، معرفش، يعني انا مرعوبة فعلا حقيقي، معرفش من مين، ده اللي هتشل. بلس بقى انا مش عارفة لسه جواها ايه، فاحنا تعالوا نشوفها مع بعض ونفتح اللي جواها ده، بس هي شكلها تقيلة قوي يعني، ونشوف جواها ايه. طبعا هتفضلوا تخمنوا معايا يا ترى مين يا ترى مين يا ترى مين. اكيد هنبعد عن حليم عشان حليم مش في القاهرة اصلا، فاحنا هنقول مين بقى يعني، يا ترى مين بجد حقيقي يعني. لا ما اعرفش حد من اصحابي حتى يجيب لي هدايا، انا اعرف اصحابي بس ما يجيبوش هدايا، دول ما يجيبوش والله العظيم، لا مستحيل يعملوا فيا حركة منسية زي دي. ما انا ما اعرفش بقى، ما اعرفش مين يعني. انا الاقي دي قدام الباب كده، بابا تخبط عليا تقول لي اتفضلي مين؟ لا ما اعرفش، مفيش اي كروت، بس يا رب الاقي كارت جوه، يا رب يا رب. يلا بينا نفتح الهدايا المتواضعة. شايفين صح؟ شايف كلها. ايه ده؟ دي الحاجات اللي هي بتتحط فوق هنا. طب اوكي تمام شيلها. يا نهار ابيض، الله، ايه ده؟ بصوا يا جماعه، يعني ايا كان مين المجهول اللي جاب لي الحاجه دي، بس I love you والله، لا يعني بس انا لسه مش I love you قوي يعني، غير لما اعرف مين اللي جاب لي الهديه دي. لا تعالوا نشوف الباقي. طيب مش معنى يعني ان احنا لقينا شوكولاتات كتير يبقى نقبل بالهديه، فاحنا نشوف بقى ايه يعني ايه اللي جواها. شوكولات ودي يا جماعه كل الحاجات اللي انا بحبها، واكيد مش حليم عشان حليم مش كبيره، وبعدين انا كلمته وسالته قال لي مش انا، فاكيد مش هو يعني. مش هيضحك عليا. الله ده كل دي شوكولات، يعني لكم ان تتخيلوا ان كل دي شوكولات. اكيد مش هي حياتي على اللي جاب لي الهديه يعني، حياتي على الحاجات لحد ما يظهر ويبان عليك الامان اللي جاب لي الهدايا دي. عشان نكمل الفيديو اعملوا اشتراك في القناه ولايك كتير، اشتراك في القناه ولايك كتير كتير كتير. نكمل في الحاجات بقى، هو تقريبا كده احنا خلصنا من الشوكليت، هنشوف الباقي اللي جوه ده ايه. ده سبراي. الله، ودي علبة كده معرفش دي جواها ايه. الله ساعة، بس شكلها رجالي شوية. اوكي شكرا قوي على اللي جاب دي. الله كيكو، ده المسكرة حواجب دي براند حلوة قوي. طب سانكس على الميك اب برضه، يعني شوكولاتة واكسسوارز وميبيلين. طب هو اكيد مش جايب الحاجات في حاجبها عشان المكان هياخد مكاني. كيكي دبليو برضو ده حلو قوي، بس ما بحبش اللون ده على فكره، يعني الانسان الشخصيه او الشخص اللي جاب لي الحاجات دي انا مش لانسز، على حسب اللون بقى يا جماعه، يعني انا هقبل بالهديه على حسب لون اللينس ده. حلو قوي حلو قوي يعني.
مش هقبل بالهديه برضو، مش عشان شويه شوكليت وشويه ميك اب وشويه اكسسوارز كتير قوي حلوين، مش هقبل بالهديه برضو غير ما اعرف مين. يعني انت او انتي يا بتشوف الفيديو ده بجد لازم تكلموني، يعني انت اكيد حد تعرفني عشان تعرف العنوان وتعرف الشقه وتعرف كل حاجه، اكيد عارفني. فلو سمحت اكتب في الكومنت مين اللي جاب لي الحاجات دي، وباماره يعني باماره تعرفني حتى انا ساكنه فين على الاقل. اكتبوا في الكومنتات بقى كتير قوي، خمنوا معايا مين الشخص ده. نكمل في الهدايا. اوكي، ودي ايه؟ ماسكات حواجب تانية درجات يعني، شكرا جدا. وده قناع الفحم، ماسك الفحم اللي انا بعشقه. اوكي، ودي توكه كيوته. الله، لا مش هلبسها برضو غير ما اعرف مين. ودي توكه ثانيه. اوكي برضو. طيب اللي جاب الهديه دي لو سمحت، لو سمحت ادخل عند الانستجرام عندي امل دوت سمير وعرفني انت مين، بس باماره. بس يا جماعه يعني معلومه حلوه قوي، انا قبل ما اكمل الهديه يعني، بس انا عايزه اقول لكم الكلمتين دول، مش اي حد تقبله منه هدايا، تمام؟ مش اي حد بدل فرحنا مش عارف ايه وانت مش عارفه طبعا تقبل منه هديه، ولو حتى مهما كان الهديه دي جواها ايه، حتى يعني شايفين الحاجات الكتيره اللي عندي دي اي بنت ممكن تقبلها وكده. اوريدي انا هقبلها قشطه، بس لازم اعرف مين برده، ما ينفعش اقبل حاجه من غير اعرف مين دي. واوريدي لازم اعرف هو شخص ولا شخصه. فلو سمحت، لو تكرمت، لو بتشوف الفيديو يا ريت تكتبي في الكومنت انت مين، وتعملي الاماره اللي انت بيها بالهديه دي. وبس يعني تيجي برضو عندي على الانستجرام تعرفني حضرتك مين لو سمحت يا استاذ شخص اللي جبت لي الهديه، يلا انا هتشل واعرف مين. طبعا يا جماعه تسالوني انت حالك عامله ازاي وانت كده جالك هديه حلوه قوي 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 وما تعرفيش من مين، اكيد هتشل. يعني انا عماله بكتب في الواتساب لكل اصحابي حد جاب لي هديه، صورتها وحطيتها على الستوري، محدش برضو رد عليا. كتبتها على الانستجرام بس محدش برضو عبرني، مش عارفه مين. سالت حليم قال لي ما اعرفش، مش انا، شوفي مين جابها لك. فانا ما هتشل والله العظيم، اقسم بالله هتشل. فانتوا خمنوا معايا يعني مين مثلا، مين؟ اكيد محدش من قرايبي، مستحيل. اصحابي معفنين ما بيجيبوش هدايا والله العظيم بجد، انا جاي عيد ميلادي ما بيجيبولوش هدايا، مستحيل يجيبوا لي هدايا. انا اصحابي عرر حضرتك مين؟ ما لا ما اعرفش. والمشكله ان هو يعرف العنوان. طيب انا بقول نكمل الهديه. ده بدوب جميله السول حياتي عليه. بابا ده قد الفيل، هو تقريبا فيل اصلا. ثانية واحدة او كده صح؟ لا بجد الله حبيته اكتر والله العظيم، بس انا اكيد مش هبل بالهدية يعني غير لما اعرف مين، مين الشخص اللي بعت الفلافيلو ده. طيب واضح ان في كمان جوه حاجات كتير، مش كتير قوي. هزازة اكيد مش هلبسها طبعا، يعني اكيد مش هلبسها غير برضو ما اعرف مين. يا جماعه لا بجد والله العظيم يعني جايلي صداع من كتر التفكير، انا مش عارفه مين، مش عارفه مين جاب لي هديه حلوه قوي زي دي، وبرضو ما يعني محدش عايز يقول لي، ومحدش من اصحابي على الواتساب، ومحدش من اصحابي على الانستجرام. يعني انا قبل حتى ما احط الهديه كتبت عشان ما حدش يشوف الهديه يقول لك انا الجو ده لا ما بحبوش. لو انا كتبت يا جماعه حد جاب لي حاجه النهارده، محدش عبرني والله العظيم، واكيد مش من اصحابي العرر. فانت لو تكرمت يا اللي بتشوف الفيديو، لو 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 حضرتك يعني حابب تعرفني انت مين عشان اقبل بالهديه، اكتب لي في الكومنت انت مين، بس مش اكتر، مش طالبه اكتر من كده، لاني فعلا مش هقدر اقبل بالهديه دي للاسف. يعني ممكن احطها قدام الباب زي ما كانت زي ما هتطلع للاسف يعني. فمحتاجه جدا اعرف مين بعت الهديه دي، هديه حلوه قوي عجبتني، بس سوري بقى مش هقبلها غير لما حضرتك تقول مين. هقبلها عادي يعني، بص انا بين البنين يعني، انا بخاطب الناس دلوقتي، مش بخاطبك انت ايتها الشخص المجهول، انا دلوقتي بخاطب الناس اللي بتبص عليا دي دلوقتي، بفكر اقبلها، ايه المشكله؟ بدل عفيت العلبه اللي جاب لي الحاجه دي مش عايز يقول هو مين، اوريدي ممكن اقبل، ما فيش مشاكل خالص. ولا ما اقبلش؟ اقبل عادي. لا اقبلش.
بصي نكمل في الهدية عادي صح؟ نكمل فيها عادي صح؟ طب انا مش عارفة من مين يا بصي، اكيد حد قالك برضو. بصي بصي، طب يا بصي انا مش عارفة مين جاب الهدية دي، تفكري صح؟ فكري معايا كده يعني، ما قالكيش طب مين؟ ها؟ لا؟ طب ما شمكيش مين هو طيب؟ انا ما بتردش يبقى اكيد مش عارفه. نكمل بقيه الهديه. مبسي تنمتي؟ طب نكمل بقى الهديه. طيب ماشي نكملها انا لوحدي. بصوا يا جماعه لقيت العلبه دي، بس انا خايفه يكون فيها متفجرات او حاجه، او حاجه تفجرني ما اعرفش، انا خايفه. فاحنا هنفتح ونشوف ايه ده. ساتر يا رب. يعني اوكي شكلها مش مطمن، شكلها مخيف يعني. انا حاسه ان انا مش هي شكلها ابيض فابيض، وانا بحب اللون الابيض. الله ده في كارت، استنوا في كارت، في كارت يا جماعه. شكلنا كده عرفنا مين هو الشخص. الكارت فيه الاسم وده البراند، الكارت طلع ما فيهوش حاجة. مبسي اجمل كده، كارت فاضي حضرتك، شميه اهو فاضي صح؟ مش بكذب اكيد. كلي بس. المصلحة الوحيدة ان هي قعدت تاكل في الكارت. هي قعدت تاكل في الكارت، ما همهاش الموضوع. طيب اوكي ماشي نكمل الهدايا. يا جماعه انا برضو لقيت مصلحه لبابسي ان احنا ممكن نعمل لها كده. بابسي يا حياتي استنى يا لوحي، والله هتقعد تضايقك وهتقعدي تشيليها، ده انت سفته. الكوتي الكوتي على القمر، والله اللي هو يا جماعه بالله كيف تشيليها بقى، ما تشيليهاش. اوكي شطوره. اوكي نكمل احنا في الهدايا تاني. زي ما احنا وصلنا للكارت اللي بابسي كلته، شوف بقى العلبه دي الجميله دي فيها ايه. شلتيها صح؟ حيوانه. الناس اللي لسه عماله تتفرج لحد دلوقتي وما عملتش لايك على الفيديو، يا ريت تعمل لايك على الفيديو عشان الفيديو يتشاف اكتر، عشان الشخص اللي جاب لي الهدايا دي يشوف الفيديو، عشان هتشل حرفيا والله العظيم. احنا نشوف البتاعه دي فيها ايه. نقعد افتح تاني؟ لا دي نضاره. اوكي نضاره. نضاره عليا حلوه ولا ما نقبلش بالهديه اصلا؟ بصي بالله كيف حلوه حلوه هزي دماغك. حلوه بصي حلوه. اوكي عاجباها. طب احنا نعمل ايه بقى في الهديه الحلوه اللي هي عاجباها بابسي دي بقى؟ بابسي ناخدها صح؟ سكوت علامه الرضا، اكيد هناخدها. طيب يا جماعه انتوا رايكم في حاجه زي دي، هل اقبل بيها ولا ما اقبلش بيها؟ عشان اي دونت نو يعني. احنا نحط كل حاجه زي ما كانت. بابسي هي اللي طلعتهم طبعا مش انا، اكيد هي اللي طلعت الحاجات دي. احنا نعمل كل حاجه مكانها عشان الشخص ده لو ما قالش هو مين هيبقى الحاجه زي ما هي. والله العظيم بجد يعني الحاجه زي ما هي قدام الباب. البتاع اهي كان في العلبه، للاسف بابسي كلت الكارت فانا مش عارف احطه تاني، وهي على وشك ان هي تاكل العلبه برضه. احنا نقول ايه، نشيلهم معانا نخيب بيهم. كده دي في توكه هنا على السوله قوي جميله برضو، عجبتني بصراحه. تتحط هنا اوفر قوي. والبوكس فاضي. اوكي طيب احنا دلوقتي انا مش عارفه اعمل ايه يعني. انا اكيد مش هاكلها الحلويات دي كلها اكيد يعني. ما لا انا ما بحبش الحلويات اصلا يعني. انا مش اكيد اكيد مش هاكل الحاجات دي، ما بحبهاش خالص يعني. ولا وامن امز ده بيبقى طعمه مش قوي يعني، انا ما بحبوش برده، ما بحبش اكله، بيبقى طعمه كده سري قوي حتى ما بيتفتحش حلو، ولا بيبقى طعمه مش قوي يعني. اكيد مش هاكله، اكيد مش هاكله عشان بيبقى طعمه وحش جدا.
فكره يا جماعه، انا عرفت الشوكولاته دي مين هياكلها والله العظيم. لو ما قلت انت مين لا هكمل كل الشوكولاته دي الكلب ياكلها والله العظيم. خلاص انا الموضوع انتهى، ماليش دعوه. اه شفتي في حد جاب لي هديه والله والله العظيم. الله جميل. الله ايه معرفش مين هتشل، جيب لي حاجات كتير قوي معرفش مين والله، وانا اصحابي معفنين ما بيجيبوش هدايا. جايب لك ايه؟ بصي تعالي. الله جميل. بصي الحاجات دي كلها ميك اب ومش عارف ايه وساعه ونضاره، في حاجات كتير قوي. بصي عماله تاكل شوكولاته برضه. تعالي اعمل ايه طيب؟ يلو. طيب المهم يعني الشخص اللي جاب لي الحاجات دي يا ريت يبقى جري. انا هجيب لك صبر والله. طلع فوق. طيب طلع فوق طلع فوق. يا ريت الشخص الجميل اللي جاب لي الحاجات الجميله دي يعني انا والله العظيم هحبه اكتر، بس 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 هو ايه يعرفني هو مين هي مين، يعني انا كده احبه اكتر لما اعرف هي مين. لو هو بقى شكرا جدا والهديه مش مقبوله او مقبوله يعني، بس تعرفني مين يعني يا ريت. عايز تاني؟ من هنا نختم الفيديو. هتوحشوني جدا وهطلع لكم برده فيديو تاني كتير وبحبكم. باي باي.